اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة تونسية تقليدية بنينة برشا، نحضروها خاصة في شهر رمضان. وصفتنا لليوم هي بريك تونسي. البريك التونسي فيه برشا أنواع، سبق وشاركت معاكم البريك التونسي بالعظمة، واليوم باش نحضروا بريك بالبطاطا. طريقة سهلة مهلة إكسبريس، كل شيء مع بعضه. هذه الطريقة كانت أمي تحضر بها البريك، يجيكم بنين محمر مقرمش، نودكم وما نشهيكم. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنيل، وممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إنيل. وتوا نتعديو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا أول حاجة باش نعملوها باش نطيبوا كعبات بطاطا نحضروا بهم الحشوة متاع البريك. خذيت 3 كعبات بطاطا من الحجم المتوسط، كل كعبة باش نقسمها على 2. وأول سر باش يجيكم البريك بنين، البطاطا متاعنا باش نطيبوها في وسط شربة وإلا في مرقة وإلا صلصة متاع مقرونة، أي ماكلة قاعدين نطيبوا فيها ترميو في وسطها البطاطا، هكاك البطاطا تتشرب البنة الكل. من بعد البريك راهو يجيكم بنين أحسن من اللي تصمتوا البطاطا في الماء. توا نخليو البطاطا هذه تطيب ونرجعو باش نكملو بقية المراحل. لهنا توا كعبات البطاطا طابو باش نحيهم ونحطوهم على جنب. بالنسبة للوصفة متاع الشوربة اللي قاعدة نطيب فيها شاركتها معاكم في فيديو سابق، توا نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. لهنا توا باش نرفسو البطاطا متاعنا مليح، ترفسوها وهي سخونة باش تكون العملية سهلة. إذا كان ما عندكمش الأداة هذيا استعملوا حتى فرشيطة. باش نضيفوا توا بقية المكونات، عندي كمية متاع معدنوس غسلته وقطعته جويد. باش نحط 60 غرام من الفخوماج ايمونتال، استعملوا أي أنواع متاع جبن متوفرة عندكم. 3 طويبع من جبن المثلثات، شوية كبار. 100 غرام من التون عصرته مليح من الماء والزيت اللي فيه. نصف ملعقة متاع قهوة فلفل أسود اللي هو الفلفل الأكحل، شوية ملح. وباش نخلطوا المكونات هذوما مليح، فما شكون يحط البصل في الحشوه متاع البريك. بالنسبه ليا انا ما نحطش البصل، يقعد اختياري، تنجموا تحطوه والا تستغنوا عليه. اذا كان ما لقيتوش جبن المثلثات توليوا تحطوا 100 غرام من الفخوماج ايمونتال. وباش نكملوا بثلاثه كعبات بيض ونخلطوا الحشوه متاعنا، وهذه هي عنا حاضره. لهنا توا باش نبداو نطيبو كعيبات البريك متاعنا، عندي لهنا الأوراق متاع الملسوقة، هذه ملسوقة دياري حضرتها وحدي، طريقة التحضير متاعها ساهلة ماهلة، أسبق وشاركتها معاكم، توا نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. إذا كان تجربوها مرة توليو ديما تحضروا الملسوقة وحدكم. كيما شفتوا لهنا كل كعبة متاع ملسوقة طويتها على 4 بالشكل هذايا باش نتحصلوا على الشكل متاع المثلث. توا باش ناخذوا الحشوة متاعنا نحطوا كمية في الكعبة متاع البريك، في نفس الوقت حطيت كمية متاع زيت تسخن. نحطوا كمية باهية متاع زيت، وماذا بيكم تستعملوا قلية كبيرة باش تطيبوا كعبتين في كل مرة. نحلوا الحشوة متاعنا توا في كعبة البريك بالشكل هذايا ونطويها على 2 ونحطوها مباشرة في الزيت. باش نكمل توا بنفس الطريقة، العملية واضحة. وباش يجيكم البريك متاعكم محمر ومزيان ويكون فيه القرمشة لازم تقليوه على نار متوسطة وتحطوا كمية كبيرة متاع زيت. ودوبة ما تحطوا كعبة البريك متاعكم في الزيت ترجوا عليها الزيت من فوق بالشكل هذية بملعقة، ترجوا عليها الزيت وطيبوا على نار متوسطة، ما تحطوش نار قوية ما كانش راهو البريك يتحرق من برا والحشوة متاعو من الداخل تقعد نية. هذيك علاش يجيكم طري ما يكونش فيه القرمشة من بعد، لازم توسعوا بالكم وتطيبوها على نار متوسطة. دوبة ما تشوفوها حمارت شوية من الأجناب تقلبوها، لازم اللون متاعها يكون محمر وفي نفس الوقت تكون طايبة من الداخل. ها
هذو ما هما توا كعيبات البريك متاعنا، طابوا حضروا، نستقطروهم مليح مزيد ونحطوهم واقفين في كسكيس بالشكل هذايا. الريحة متاعهم ما شاء الله تفحفح، يكونوا مقرمشين، وقد ما قلكم بنين ما نجمش نوصف لكم. جربوهم بالطريقة هذية وبقدرة ربي ترحمولي على ولدي. إن شاء الله الفيديو هذية فيتكم وقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إينيل. إن شاء الله ربي بلغنا ويبلغكم رمضان على خير. وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة. وقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.